حاليا الوضعية حرجة جدا فيما يخص قدرة جزء كبير من السكان في الحصول على أكثر الاحتياجات الأساسية في يعني بشكل يومي. تدهور الوضع الاقتصادي كذلك مقلق جدا بما أن أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية في ارتفاع متواصل، فبالإضافة إلى تضرر البنية التحتية والقطاعات الأساسية كالصحة والماء ونظام نظم الكهرباء، هناك يأتي هذا التدهور الشديد الوضع الاقتصادي ليضيف جزء يعني تعقيد أكثر في الحياة اليومية لجزء كبير من السكان في أفغانستان. طيب، مفهوم بأن هناك ربما مزيج من الظروف اللي ربما تطرقت إليها سيدة إيمان فيما يعيش اليوم أفغانستان والحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية، ولكن أن تكون هناك أول طائرة وأن تكون محملة بالمساعدات وأن تصل إلى مطار كابول، أليس هذا مؤشر إيجابي وله دلالات كثيرة؟ يعني تقديم المساعدات يجب أن يبدأ من شيء. طبعا كما ذكرت يعني هذه خطوة إيجابية بالفعل، ونحن كاللجنة الدولية للصليب الأحمر نعيد ونقول بأن الوضعية الإنسانية هي بالفعل حرجة جدا. الأمم المتحدة ذكرت مؤخرا بأن هناك بوادر تنذر بكارثة إنسانية موجودة بلدي أفغانستان، وهناك مؤشرات تدل على أنه قريبا سوف يكون هناك انهيار تام للخدمات الإنسانية. بالطبع يعني وصول مساعدات إنسانية هو بالفعل يعني مؤشر جيد وخطوة جيدة، لكننا نتحدث عن قرابة 40 مليون من السكان كانوا بالفعل متأثرين من مخلفات عشرات السنوات من النزاع، وتأتي التطورات الأخيرة لتضيف إلى هذه الهشاشة وإلى هذه الحالة الإنسانية الضعيفة. فكل الجهود هي مرحب بها في سبيل أن تجعل يعني في سبيل أن لا ينسى سكان أفغانستان وأن يتم الاستجابة إلى احتياجاتهم الملحة في كل القطاعات الأساسية اليوم. ما هي الاحتياجات الملحة اليوم سيدة إيمان؟ أفغانستان بحاجة إلى ماذا اليوم؟ أفغانستان يعني السكان في أفغانستان كما ذكرت هناك مؤشرات تدل على انهيار تام للخدمات الأساسية، فالبنية التحتية تضررت، قطاع الصحة كذلك هو هش جدا وشبه منهار لمخلفات سنوات من النزاع، وكذلك لمخلفات جائحة كوفيد وما أثرت وتأثيرها على قطاع الصحة مؤخرا. هناك كذلك مشكل النازحين داخليا، هناك الآلاف من النازحين داخليا حاليا في أفغانستان، وهم فئة شديدة الهشاشة، وذلك لعدم قدرتهم على الحصول على المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية، والكثير منهم اضطروا إلى العودة إلى بيوتهم أو الموجودة في مناطق متضررة من النزاع، وبالتالي هناك تقارير تحذر من أن الكثير من بين هؤلاء معرضون إلى خطر الألغام والأجسام الغير متفجرة، وهذا كذلك يعني من بين الأشياء التي تثير قلقنا في المستقبل القريب والبعيد، بما أنها سوف تضيف على التعقيدات التي طيب يشهدها الوضع. طيب سيدة إيمان، بما أننا نتحدث عن طائرة، أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى مطار كابول، هذا يعني بأن هناك اليوم جسر جوي إلى مطار كابول، ألن يساعدكم هذا أنتم في الصليب الأحمر أو حتى منظمات دولية أخرى بربما توفير مساعدات أخرى قد تصل اليوم إلى مطار كابول وبالتالي إلى أفغانستان؟ أي خطوة إيجابية من لها أن تساعد على تحسين الظروف الحياتية للسكان في أفغانستان، لـ40 مليون ساكن في أفغانستان، هي مرحب بها بالفعل. بالنسبة للجنة الدولية، نحن حاليا نستعمل الذخيرة اللوجستية التي تم تخزينها بشكل استباقي في الفترات السابقة، وذلك تحسبا لأي تطورات من الممكن أن تحصل. بالطبع لوجستيا يعني أي خطوات لها أن تسهل العملية اللوجستية وعملية التخزين في المستقبل هي مرحب بها. في الوقت الحالي نحن نستعمل الذخيرة الموجودة
أو المخزون الموجود اللوجستي الموجود على عين المكان، ولكن من المرجح أن تكون عملية التنسيق اللوجستي أن تكون صعبة ومعقدة في الفترة المقبلة نظرا إلى ما ذكرت. شكرا لك يا سيدة إيمان طرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا من بيروت.